تحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ملح وبهار، وبدي أقول لكم رمضان كريم. ما زلنا نحن بكارفور سيتي سنتر بيروت، طبعا برفقة يماما ورفقتي ورفقة كل ست بيت، يعني هالمنتجات عن جد الشهية الرائعة، بالأخص من رب البندورة، من الكاتشب، من دبس الرمان، من الخل البلسميك، كمان وكمان من صلصة الصويا، والعديد 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 من منتجات اليمامة. اليوم في عنا ثلاث وصفات مثل كل يوم ومثل ما عودتكم من بداية شهر رمضان، في عنا وصفتين مالح ووصفة حلو. أنا بطلب منكم تحضروا الورقة والقلم قدامكم لحتى أعطيكم هالمكونات، ورح نبلش أنا وياكم طبعا بالطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. في عنا الدجاج المحمر مع صلصة الزيتون، في عنا وصفة الحلو اللي هي الصفوف، وفي عنا طبق الشوربة ولا أطيب من هيك اللي هي شوربة اللقطين. لكن رح نبلش بالدجاج، نحط الدجاج بالفرن وبنرجع بنحضر الصفوف. بالبداية خلينا نشوف مقادير دجاج المحمر مع صلصة الزيتون. بالنسبة للدجاج المحمر مع صلصة الزيتون، هون في عنا فروج كامل، رح اجي انا اقطعه للفروج. لكن منقطع الدجاجة بهيدا الشكل، رح اقطعها انا عندي هون الجوانح، بقطعها بهيدا الشكل للفروج. اوكي، كمان هون انتو اذا جبتوا فروج كامل فيكن تقطعوه بالبيت بهيدا الشكل. كمان بحضر عندي الصينية، رح نحط الدجاج. انا رح خلي الدجاج بهيدا الشكل، كمان بحط الفخذ مثل ما هو، وفي عندي النص الثاني رح اتركه مثل ما هو بهيدا الشكل. طيب شو رح اجي اعمل هلا؟ بعد ما حطيت الدجاج رح اجي ضيف بصله من مواد المعطره، رح احط كمان كبش قرنفل، حب هيل، ورق غار، عود قرفة، ما عندكم أي مشكلة. رح استعين كمان وكمان بزيت النباتي، رح نحط أيضا من زيت النباتي، رح أحط فلفل أسود بهيدا الشكل، رح أحط كمان ملح. هيدا الفروج طبعا نحن بس اشتريناه من السوق غسلناه، اكيد نحن عم نستعمل ملح من اليمامة، وفينا كمان نجيب من صلصة ايضا الصويا من اليمامة. انا حبيت نكه للدجاج صلصة صويا، بالاخص كيف اذا كانت صلصة الصويا من اليمامة، يعني بتعطينا نكهة ومذاق رائع لطبخاتنا ولوصفاتنا. طيب بنحط صلصة الصويا، بنرجع بنجي للصينية، منتبلن مع بعضن بهيدا الشكل. طبعا عندي صينية في بكعبة للصينية من ورق الزبدة، هون مثل ما شفتوا حطينا صلصة الصويا، حطينا عود قرفة، كبش قرنفل، بصل، وهلا الصينية صارت جاهزة عندي لحتى فوتها على الفرن على حرارة 200 لحتى يستوي عندي هيدا الدجاج لآخر فقرة من فقرات ملح وبهار. بعد ما فوتنا الصينية على الفرن في الصلصة لإلها، بس الصلصة ما رح نحضرها هلا، رح نحضر الصفوف. كل ستات البيوت بيسألوني يا شيف حسين الصفوف ليه أمرار بيطلع معنا لونه غامق، ليه أمرار بيطلع معنا لونه فاتح. خليني أقول لكم شغلة، العقدة الصفراء بالصفوف بتلعب دور كتير مهم. نحن هون في عقدة صفراء خاصة للحلويات. خلينا نحن بهالوقت نحضر الصفوف أنا وياكم. رح حط وعاء قدامي ورح نشوف مكونات الصفوف، رح تشوفوها قدامكم على الشاشة. عندي هيدا الجاط، رح جيب حط بقلبه سكر، أوكي؟ لكن المكونات عم بتشوفوها قدامكم على الشاشة، كم كوب كان من سكر ولا طحين فرخة وغيره. رح حط سكر وحطيت المي، اوكي، رح اجي اخلطهم مع بعض بهالشكل.
أنا بدي السكر والماي يدوبوا مثل ما عم بتشوفوا بهيدا الشكل. لحتى يدوب السكر منحط هيدا الوعاء على جنب، منجيب وعاء تاني منحط بقلبه طحين فرخة، منحط بقلبه طحين أبيض، كمان نستعين بالحليب البودرة. عندي العقدة الصفرة، لكن برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد، عم نحضر الصفوف طبق الحلو لحلقتنا لليوم، هالطبق الرائع وسهل التحضير. عندي بيكنج باودر نخلطهم مع بعض، لكن طحين فرخة، عندي طحين أبيض، بيكنج باودر، حليب بودرة، وعقدة صفرة مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نخلطهم بهيدا الشكل. رح استعين بالزيت النباتي، كمان رح احط الزيت النباتي بهيدا الشكل، وبنرجع نخلطهم مع بعض. كمان حطينا المكونات الجافة بالإضافة للزيت النباتي، ومع التحريك المستمر بنرجع منجيب خليط المي والسكر. وأنا هون بقول لكم شغلة، لازم تتبعوا هيدي الطرق خطوة بخطوة. طبعا نحن الفرن بده يكون حامي عنا على حرارة 180، نخلطهم بهيدا الشكل، لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نخلط خليط الصفوف، نخلطهم بالشريط لحتى طبعا ما يضل في عندي اي شيء مكعزل من الطحين مثل ما عم بتشوفوا. لكن هيدا خليط الصفوف صار جاهز عندي. شو رح اعمل هلا؟ رح استعين دغري بصينيه. هيدي الصينيه رح ندهنها نحن بالطحينه، اوكي؟ ليه بدي ادهنها بالطحينه؟ لحتى ما يلزق عندي الطحين بكعب هالصينية. بستعين دغري بالطحينة وكمان بهيدا الشكل. طيب ندهنها بالطحينة ومنحضر الخليط كمان. يلا وهلا صار الوقت لأقلب الصفوف، لكن مثل ما عم بتشوفوا بهيدا الشكل. اوكي هلا فيني اقول لكم شغله، فيني اجيب من صينيه الكب كيك حط انا الصفوف، كمان اعملهم بصينيه الكب كيك، ما عندي اي مشكله. بجيب سمسم بحط كمان سمسم على الوجه، لكن هيدي هي الصفوف صارت جاهزة عنا. هلا بعد شوي رح خبركن انه الصفوف كمان فينا نحشيها قشطة، بس تستوي رح نحضر هالوصفة انا وياكن بالقشطة. بالعودة لكم مشاهدينا من كارفور سيتي سنتر بيروت، طبعا برفقة اليمامة، بعدنا بوصفاتنا الرمضانية، وهلأ وصلنا لتاني فقرة من فقرات ملح وبهار. بأول فقرة حطينا الدجاج بالفرن، حطينا الصفوف بالفرن، بضل في عنا الرز للدجاج، وفي عنا الصلصة بعد للدجاج كمان، وكمان بدنا نحضر شوربة البامبكن أو شوربة اللقطين. خلينا نبلش بشوربة اللقطين. عندي طنجرة على النار، رح احط لكين طنجرة، رح نحط فيها زيت نباتي، رح نقلي بصل، رح نقلي ثوم، رح نقلي بطاطا، هيدي الخضار كلها رح نقليها مع بعض. لكن خلينا نشوف مكونات شوربة اللقطين، رح تشوفوها قدامكم على الشاشة. رح نبلش بالبصل، رح افرم البصل جوانح، وهون بدي لكم شغلة، ما بهم كيف ما فرمت البصل لأنه كله رح يرجع ينطحن بالمطحنة الكهربائية. لكن عندي بصلة
رح جيب ايضا كمان حصين من الثوم، رح حطهم ايضا مثل ما هني الان رح ينطحنوا، منقلبهم. وبهالوقت شو رح اعمل؟ كمان رح استعين بطنجرة تانية. شو رح اعمل بالطنجرة التانية؟ رح اعمل فيها الصلصة ورح حط طنجرة تالتة. لكن صار في عنا طنجرة، اول طنجرة وتاني طنجرة وتالت طنجرة. تالت طنجرة هيدي الطنجرة رح جيب انا حط زيت نباتي لنحضر الرز الابيض المفلفل اللي هو كمان من منتجات شركة اليمامة. يعني خلينا شوي نشوف هالرز، هيدا رز عن جد صدقوني عالي الجودة. انا بنصح كل ست بيت تستعمل الرز الهندي من اليمامة. انا رح استعمل رزاتي بطبخاتي لليوم، حطيت مواد دهنية على النار، رح اجي ضيف دغري وراء المواد الدهنية، رح حط رز، رح قلبهم شوي للرزات. لكن منقلب الرزات بهيدا الشكل. هون الرز نحن رح نقدمه مع الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. رز على النار، شوربة البامبكن على النار، طنجرة جديدة كمان على النار منحط فيها من زيت النباتي، بالإضافة كمان لزيت الزيتون. رح نبلش نقلي أو نحضر هالصلصة الطيبة الشهية اللي هي صلصة الزيتون مع الدجاج المحمر الموجود بالفرن. لكن منقلب البصلات، منجيب الجزر، منحط جزر مع البصل، نستعين بالبطاطا كمان منضيفها بهيدا الشكل. وهلأ صار الوقت نجيب البامبكن. البامبكن أو اللقطين نحن فينا نجيبه بموسمه ونحطه بالتلاجة. هون أنا بدي أقول لكل ست بيت، بدي أقول لك شغلة، بموسم اللقطين جيبي اللقطينة أشريها، قطعيها، حطيها بكياس اسحبي منها الهواء وكبيها بالتلاجة. لأن طبعا خلال فصل الشتاء نحن نستعمل يخنة اللقطين، نستعمل أمرار اللقطين المحشي، شوربة اللقطين، وأيضا نستعمل كمان وكمان كيك باللقطين وكبة اللقطين. إذا بدنا نقعد نحكي اللقطين له كتير طبخات ووصفات. رح نجي نضيف اللقطين بهيدا الشكل ونقلبهم مع بعض. لكن برجع بذكر كل المشاهدين لنضموا لنا هلأ من جديد، صار في عندي بطنجة على النار، في عندي بصل، عندي ثوم، عندي جزر، عندي بطاطا، وعندنا كمان من اللقطين منقلبهم. ورح جيب أنا بهالوقت مي، حط للرز الهندي من اليمامة مي. برجع بذكركم لكل كوب من الرز الهندي بدنا كوب ونص من المي أو المرق. منقلبهم بهيدا الشكل ومنتركهم طبعا لحتى يغلوا. بس يغلوا منخفف النار ومنسكر على الطنجرة. كمان شو رح اجي اعمل؟ لكن رح نبلش بالصلصة، صلصة الزيتون للدجاج المحمر الموجود عندنا بالفرن. رح نبلش بالبصل جوانح، رح نضيف البصلات للمواد الدهنية الموجودة عندي بالطنجرة. طبعا بعد ما كنا حاطين من زيت الزيتون مع زيت النباتي، رح نقلي البصل، رح نضيف ايضا وايضا من الجزر. انتو عندكم بالمكونات اللي شفتوها قدامكم للدجاج المحمر في بقلبه ورق غار، فيكم تحطوا كمان من ورق الغار، ما عندكم اي مشكلة. حطينا لكن بصل على النار، منقلبهم مع التحريك المستمر. وبهالوقت انا ببلش حضر، يعني شو بدي خبركم، روايح شهية. خلينا نشوف نحن شو صار في عنا بالفرن. بالفرن كل شيء تمام، الدجاج الصفوف عم بيستووا على نار هادية. هون طنجرة على النار، رح نجي نضيف كمان عندي من الجزر لهالوصفة، رح نحط لها جزر. بضل عندي ايضا وايضا من البروكولي، عندنا كمان من الثوم، كله بيعطي نكهة ومذاق رائع لوصفتنا. كمان رح نستعين بالبروكولي،
لكن صلصة الزيتون للدجاج المحمر. برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد، حطينا طنجرة على النار في قلبها زيت زيتون مع زيت النباتي، قلينا بصل، قلينا جزر، قلينا من البروكولي كمان، وكمان رح نضيف الثوم بس لتتحمر شوي هالخضار. رح نرجع نضيف الزبيب، رح نضيف رشة طحين. ليه بدنا نضيف رشة طحين؟ لحتى تتماسك عندي هيدي الصلصة. هلا صار الوقت لحتى نضيف كمان مثل ما شفتوا ضفنا الزبيب لهالوصفة. يعني شو بدي خبركن، عن جد روايح جدا شهية ورائعة. طبعا نحن اليوم عم نحضر طبخاتنا وصفاتنا برفقة اليماما من كارفور سيتي سنتر بيروت. يماما عن جد نحن وياها يا جماعة عشرة عمر. دبس الرمان، رب البندورة، الكاتشب، خل التفاح، خل العنب، خل البلسمك وغيره 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 من المنتجات، بالإضافة كمان لصلصة البيتزا وصلصة الباستا من اليماما. أنا شخصيا بنصح كل ست بيت تستعمل منتجات يماما. لكن هون مثل ما شفتوا حطينا الزبيب، حطينا الثوم، وهلا صار الوقت لحتى نضيف كمان الزيتون الاخضر المقطع اللي بيعطي ايضا وايضا نكهه لهالطبخه. هون نحن شو رح نعمل؟ رح اجي انا بهالوقت كمان بعد ما حطيت كل المكونات، لكن شوربه البامبكن، بصل على النار بزيت نباتي او زيت زيتون، ثوم قليناهن، حطينا جزر، حطينا بطاطا، حطينا لقطين، وهلا صار الوقت لحتى نضيف مرقة الدجاج كمان. بنحركهم مع بعض وبنتركهم لحتى تستوي هالخضار البطاطا مع اللقطين. اما بنرجع نجي للطنجرة عنا على النار. هلا انا رح استعين بالطحين، لكن مثل ما عم بتشوفوا ضفت من الطحين، رح اجي ضيف منقلبهم شوي الطحين مع المواد الدهنية لحتى ما تكعزل عندي هيدي الصلصة. رح استعين بالعقدة الصفرة، يعني اليوم نحنا سفرتنا كلها دخلها عقدة صفرة من الصفوف. حضرنا الصفوف بأول فقرة من فقرات ملح وبهار، وهلأ رح نضيف الكزبرة المطحونة كمان بناخد نكهة ومذاق رائع. رح اجي ضيف بعد ما ضفنا، بدنا ننطر شوي مثل ما خبرتكم لحتى نشم ريحة البهارات. نحنا اذا حطينا البهارات بعد ما نحط المي ما بنستفيد شيء، لازم نحط البهارات نشم ريحة البهارات. بعد ما نشم ريحة البهارات بنضيف نحنا لقلها مرق الدجاج، او فيكم تحطوا مكعب ومي، ما عندكم اي مشكلة. طيب منضيف الميات او المرق بهيدا الشكل، نرجع نستعين بعد ما حطينا، يعني شو بدي خبركم هالروايح، رح ضيف الحليب او فيكم تحطوا من كريمة الطبخ. انا حطيت حليب لان بتعرفوا اليوم مش عطول عم نلاقي حليب بالاسواق، عفوا مش عطول عم نلاقي كريمة بالاسواق. بيجي للخل، بحط نقطتين من الخل من اليمامة، بنحط ملح، وهيدي هي صلصتنا صارت جاهزة عنا. لكن برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد، نحن هون في عنا صلصة الزيتون. صلصة الزيتون تركينا تستوي، عنا بالفرن الدجاج المحمر، عنا شوربة البامبكن، وأيضا في عنا الرزات. بالعودة لكم مشاهدينا من كارفور سيتي سنتر بيروت، طبعا برفقة يماما. يعني شو بدي خبركم هالأجواء الرمضانية الرائعة حوالي بالكارفور سيتي سنتر. طبعا عندنا كمان منتجات اليماما رفيقتنا ورفيقة برنامجنا، وفقرات ملح وبهار. بأول فقرة من فقرات ملح وبهار حطينا بالفرن نحن الدجاج. طبعا عندنا الدجاج مع صلصة الزيتون، عندنا الصفوف صار جاهزة عندنا، وعندنا شوربة البامبكن أو شوربة اللقطين. رح دغري أنا وياكم ننهي شوربة اللقطين، نحط لها الملح بالإضافة كمان للبهار، بس طبعا بدنا نطحنها بالأول. برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد، حطينا طنجرة على النار، عم نحكي على شوربة اللقطين
حطينا مواد دهنية، زيت زيتون، زيت نباتي، حطينا بصل، ثوم، بطاطا، جزر، بالإضافة لللقطين. كمان حطينا من مرق الدجاج وتركناها كلها تغلي مع بعض. ومثل ما عم بتشوفوا نحن هون وصلنا لنهاية طحن هالشوربة بعد ما ملحناها ولا بهرناها بهيدا الشكل. لكن بهالوقت أنا كمان بحط زيت نباتي أيضا على النار لقلي الدجاج، لأن عامل شوربة اللقطين بصدورة الدجاج المسحبة مثل ما عم تشوفوا كيف عم نطحن نحن هالشوربة. يعني شو بدي خبركن، ريحتها عن جد رائعة وشهية. هيدي الشوربة صارت جاهزة عنا، بعد بدنا نحط لها الملح والبهار. بس بهالوقت شو رح أعمل؟ رح أخذ من الدجاج المسحب، قلي صدورة الدجاج مسحبة بهيدا الشكل، بنقدمهم مع الشوربة. شو رح أعمل أنا؟ رح أجي أخذ من الفلفل، رح أحط فلفل للشوربة. يا سلام على الريحة الطيبة والشهية. كمان رح استعين بالملح من اليمامة بهيدا الشكل. هون صار في عندي شوربة البامكن جاهزة، وهون في عندي الكروتون. هيدا الكروتون أنا حطيته بالفرن، حمصته، جبت خبز توست طري، قطعته روندلات بهيدا الشكل وحمصته بالفرن جاهز لحتى حطه كمان على وجه الشوربة. طيب الصفوف كمان جاهزة عندي، صينية الصفوف اللي حضرناها بأول فقرة من فقرات ملح وبهار. خلينا نجي نحنا نشوف شو صار في عنا بالصفوف. خلينا نشوف نحنا قطعة من الصفوف كيف صارت. هيدي الصفوف بهيدا الشكل. أنا رح إجي بدي أقطعها، يعني ريحة جدا رائعة للصفوف. رح أخذها بهيدا الشكل، رح نحطها بهيدا الصحن. أوكي، خلينا نقلب الدجاج على النار كمان بهالشكل، دورة الدجاج المسحبة. منطفي طبعا تحت الشوربة. هاي الشوربة صارت جاهزة عنا. أنا رح جيب قشطة، لكن برجع بذكر كل المشاهدين عم نحضر الصفوف، فيني مثل ما خبرتكم احشيها قشطة بهيدا الشكل، وارجع جيب كمان حبة تانية أيضا من الصفوف حطها بهيدا الشكل. لكن هون مثل ما عم بتشوفوا في عندي الصفوف بالقشطة هالطبق المميز، وفيني اجي كمان زين بزهر الليمون. اوكي، رح اجي للشوربة، شوربة البامبكن، رح اسكبها بهيدا الشكل. يا سلام، رح نحط لشوربة البامبكن، رح اخذ من صدورة الدجاج كمان نوزعهم بقلبها، بيعطوا نكهة ومذاق رائع. فيكن انتو كمان ما تحطوا الدجاج، هون بلكن حسب الرغبة وحسب ما انتو بدكن، ما في اي مشكلة. منطفي النار، كمان منحط كروتون بهيدا الشكل على الوجه، وهيدي شوربة اللقطين. منحط ايضا بقدونس بهيدا الشكل. هون في عنا الرزات اللي حضرناهن ايضا باول فقرة من فقرات ملح وبهار. رح اسكب الرز بهيدا القالب انا، ورح اجي على الفرن جيب الدجاج. الصلصة جاهزة على النار. طبعا برجع بذكركن الصلصة هي عبارة عن بصل، عن ثوم، قليناهن مع بعض، رجعنا ضفنا الجزر، ضفنا بالإضافة لألون الزيتون، حطينا الزبيب، كمان من العقدة الصفرة، كزبرة مطحونة، رشة طحين لحتى تكمش عندي الصلصة، كمان حطينا مرقة
الدجاج وتركناها لحتى كلها سوا تغلي مع بعض. هون لكن مثل ما شفتوا هول الرزات سكبناهن بهيدا القالب كمان. اوكي رح اجي شوف شو صار بالدجاج، اخدوا هاللون الحلو وصاروا جاهزين عنا. انا رح اخد كمان منحط ايضا من الفخذ بعد ما كنا مدخلينهم باول فقرة من فقرات ملح وبهار على الفرن، وصفة رمضانية عن جد مميزة وشهية. لكن هلأ صار الوقت لنحط الصلصة. هيدي هي صلصة الزيتون بهيدا الشكل مع البصل مع البروكولي مع الجزر، روايح شو بدي خبركم، غير شكل طبق لسفرتنا الرمضانية. لكن برجع بذكر كل المشاهدين هول هن كانوا وصفتنا لحلقتنا لليوم. كان في عندي شوربة اللقطين، كان في عندي الصفوف، بالإضافة كان في عندي الدجاج بصلصة الزيتون. وصفتنا إن شاء الله يكونوا نالوا إعجابكم. أكيد ما تنسوا تفوتوا تعملوا لي فولو على الإنستغرام وتشوفوا كل الفيديو اللي عم ننزله نحن يوميا خلال شهر رمضان المبارك. وانطروني بكرة بوصفات جديدة رمضانية مميزة، وإلى اللقاء.